نروح بقى سريعا كده نفرح مع جماهير نادي الزمالك بالرباعيه. بصراحه نادي الزمالك عمل مباراه تقيله ومباراه بتؤكد ان خوان كارلوس اوسوريو مش مدرب عادي، وكمان روح اللعيبه في الملعب النهارده حاجه بتشرف الكره المصريه. فريق الزمالك فاز على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعيه نظيفه في افتتاحيه مباريات المجموعه الثالثه ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية. سيف الدين الجزيري أحرز هدف، زيزو أحرز هدف، وسيد عبد الله نيمار أحرز هدفين. طبعا بالنتيجة دي بيتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا، وبيستنى مواجهة أو نتيجة مواجهة لقاء النصر والشباب السعودي ضمن الجولة الأولى من المجموعة نفسها. خلونا نعرف كواليس هذه المباراة، الأجواء بعد هذه المباراة. معنا ناقد الرياضي محمد مطاوع. يا محمد مساء الفل. مساء الفل عليك محمد وعلى كل متابعينك ومشاهدينك في كل مكان. يا أهلا بيك. بما أنك بقى موجود في السعودية فعايزينك تنقل لنا كده الأجواء ما بعد المباراة الأول. يعني أكيد الأجواء كلها أجواء فرحة. النتيجة يعني كان متوقع أن الزمالك ممكن يقدر يكسب النهاردة، يعني فريق اتحاد المنستير عنده شوية مشاكل فنية، فكان متوقع الزمالك يكسب، ولكن ما كانش حد متوقع أن يكسب بالسكور دوت قد لا. ونتيجة من جانب الجماهير اللي ملأت ملعب الملك مدينة الملك فهد بالطائف، كان في جماهير زمالك كتيرة جدا متواجدة ودعمت الفريق بطريقة كبيرة بعد الماتش. ورابطة الزمالك حقيقي في السعودية عملت مجهود كبير ودور كبير جدا جدا بصراحة، خلت الأجواء رائعة. الجهاز الفني كمان يا محمد كان يتكلم قبل المباراة على أنه بيعول على الجماهير المصرية. بالظبط، ويعني الجماهير ما خذلتوش النهارده بصراحه محمد. الجماهير ملأت يعني معظم جنبات ملعب مدينه الملك فهد، فيعني كانوا عند حسن ظن الجهاز الفني واللاعبين، ما بطلوش من الدقيقه الاولى للدقيقه 90، وفي 16 دقيقه وقت ضايع بمعدل 7 في الشوط الاول و9 في الشوط الثاني، ما توقفوش عن الهتاف والتشجيع على مدار المباراه، وده خلى اثر ايجابي كبير جدا على الفريق. حتى بعد المباراه نادوا للعيبه كلهم وراحوا لهم، ومستر اوسيريو نفسه كان سعيد بالاجواء ديت اللي موجوده في الملعب، واتكلم مع اللعيبه على ان لازم يكونوا عند حسن ظن الجماهير ده في الماتشات المقبله، وان يوصلوا بنفس الاداء، وان الزمالك مش هيبقى فريسه سهله او منافس سهل بطوله فيهم، ولازم يكونوا يعني جادرين بثقه الجمهور ده. ده جميل جدا. انت دلوقتي في كلامك قلت ان الاتحاد المنستيري كان عنده مشاكل، طب هل المشاكل دي كانت هي السبب في فوز نادي الزمالك بهذه النتيجه ولا خطه الفريق واللعيبه؟ عشان برضو لا ايه نطمن، انا عايز اطمن بس على لا ايه لا مستقبل. المشاكل الفنيه بالنسبه للاتحاد المنستيري متمثله ان في لعيبه رحلت ولاعيبه جداد جم، هم بالنسبه لهم يعني لسه في بدايه الموسم، عكس احنا الزمالك مثلا بيفنش الموسم فالوضع بالنسبه له افضل، فهو ده يمكن اللي بنتكلم فيه. لكن الزمالك على ارض الواقع الزمالك كان افضل بكل المقاييس، اكثر استحواذا للكره، اكثر هجمات. يعني الاتحاد المنستيري ما فيش غير كره واحده اللي خبطت في العرض على مدار اللقاء، ما يعني ما فيش خطوره. الزمالك مسيطر على الملعب طول العرض زي ما بيقولوا، فلا كان الزمالك افضل بكل المقاييس، واعتقد ان الزمالك هياخد دفعه معنويه كبيره قبل مباراه الشباب السعودي يوم الاثنين المقبل، والنصر والشباب بيلعبوا دلوقتي. وبالمناسبه مستر اوسيريو يعني ما رجعش مع الفريق للفندق، وفضل انه يفضل في الملعب عشان يتابع مباراه النصر والشباب من الملعب. طبعا طبعا ده مهم جدا. بالظبط. طيب المباراه اللي جايه مع الشباب مظبوط، هل هي الاسهل؟ بالظبط يوم الاثنين المقبل. بس خلينا نبقى متفقين مفيش مباراه سهله وصعبه، لان انت جايب البطوله العربيه ابطال الدوريات، وغير الفرق اللي جت دعوات، والشباب السعودي دعم بلعيبه كويسه، عنده لعيب كبير زي بانينجا، عنده لعيبه اسماء كبيره، فمفيش مباراه سهله او صعبه. انت اللي يعني اصل احنا عارفين برضه محمد ان اللي بعدها هتكون صعبه قوي. اكيد بص احنا بنقول صعبه بحكم ان موجود وجود كريستيانو، تاليسكا، الاسماء الكبيره دي كلها، بس يعني مين قالك ان ممكن ان انت كلاعب يعني لعيب في الملعب لما تلعب قدام كريستيانو او تاليسكا؟ طبعا الفرق الكبير الفني، ولكن مش هتطلع 200% من مستواك قدام المباراه الكل بيتابعها، عارفين كريستيانو بيلعب، فاكيد كل العالم كله بيبقى بيتفرج. فانا ما بقلقش على الزمالك بصراحه محمد من الماتشات الكبيره اللي زي ديت، بحس دايما مش الزمالك بس، كل اللاعبين المصريين عموما في الماتشات
الماتشات الكبيره اللي زي ديت بتبقى بالنسبه لهم حافز يطلعوا افضل ما لديهم، فالواحد ما بيبقاش قلقان عليهم. انا لا يعني انا كنت اقول لك حقيقه يعني لا اخفي قصيرا ان انا كنت قلقان شويه من مباراه زي النهارده، ان ممكن لعيبه الزمالك قد تستسهل المباراه او حاجه، ولكن لعيبه الزمالك كانت على قدر المسؤوليه ومن اول دقيقه دخلوا المباراه بقوه واصرار ان هم يفوزوا باللقاء. طيب خطه اوسيلو بتقول ايه؟ بتقول ان احنا اللي جاي بالنسبه لنا هيكون فيه تنوع ولا هو ماشي على خطه ثابته؟ يعني احنا النهارده شفنا فتوح في النص، شفنا نيمار في النص. بص هو على يعني هو في النص في بص هو الراجل النهارده حتى اتكلم فيها في المؤتمر هو فضل النهارده يلعب بالمسلوسي في اليمين وفتوح شمال، وبيزيد في طريقه معينه بيقلب بيها الملعب يتحرك بيها لنص الملعب، فهو الراجل يعني برضه ايه هو برضه حريص شويه يا محمد، مش زي ماتشات الدوري، يعني ماتشات الدوري فيها هات وخد المستويات متقاربه، لكن المستوى المباريات زي دي هو مش راضي يغامر فيها، بيلعب بطريقته ولكن مع تعديلات بسيطه تديله يعني افضليه في وسط الملعب، تديله مساحه انه يقدر يتحكم في مجريات المباراه. عظيم. انا عاجبني كمان يا محمد الحقيقه في ظل اوضاع نادي الزمالك بشكل عام والعقوبات بقى وانت عارف طبعا القصه دي كلها، لانه في النهايه فاز وفاز بنتيجة كبيرة مش نتيجة قليلة، وعمل مباراة مهمة وطلع بشكل حلو كمان قدام الناس. أكيد أكيد أكيد، يعني هو اللعيبة حسب الظروف اللي بيها النادي وحسب كل المعطيات اللي أنت بتتكلم فيها يا محمد، ويمكن ده اللي كان بيتكلم فيه بعد المباراة. الحديث يعني دلوقتي أي حديث عن البطولة العربية وهم جايين ينافسوا على اللقب، مش جايين للظهور المشرف، جايين باسم نادي الزمالك. صحيح، كل التوفيق طبعا نادي الزمالك في مبارياته القادمه. بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد مطوع من المملكه العربيه السعوديه.